قرار الآباء تقوموا بها راه من أخطر المهن، هي مهن كتهبط فيها مسؤوليات، ملي كطيح وكتخطر ما كيرحموكش، كيقول لك الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم بناء على البلاغ ديال المكتب الوطني بعد انتظار طويل لإخراج الاتفاق المبرم مع وزارة العدل حول مجموعة من المطالب اللي هي مطالب يعني مشروعة لكتابة الضبط، يعني تم الاتفاق فيها مع وزارة العدل ومشات المالية، إلا أن كنتفاجئ اليوم بأن كاين واحد الاجتماع ديال المجلس الحكومي اللي غادي يمرر الذي لم يمرر هاد المطالب ديال كتابة الضبط. يعني اليوم نحن في هذه المعركة ديال الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم والإضراب ديال الأسبوع المقبل والإضراب ديال آخر شهر ديال شهر يعني يوليو، وكنأكدوا بأننا نحن مستمرين في هذه المعركة إلى إخراج النظام الأساسي المحفز لكتابة الضبط اللي كيشمل مجموعة ديال المطالب، زيادة في الحساب الخاص، تعويض على البدلات، تعويض على المهام القضائية، يعني هي مجموعة ديال المطالب اللي هي مشروعة وعادلة بعد الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية للمواطن، ويعني أصبح المواطن يعني في واحد الهشاشة بهذه العبارة. السيد وزير العدل بكل صراحة هو السيد وزير العدل متوافق معنا على هذا النظام الأساسي، ودافع عنه في جميع المنابر لا في البرلمان، أكد بأنه يجب الاستجابة لمطالب كتابة، إلا أن السيد وزير المالية هو الشخص الوحيد اللي كيظهر لي بأنه يعني غير متجاوب مع هذه المطالب المشروعة والعادلة، وكنعرفوا أن وزارة العدل يعني وزارة تدر مداخل مالية مهمة على المالية العامة للدولة. بدل الفلوس وعدوا لي لا مازال شوف منطقة التمييز تاع اليوم يقولوا على غزة الدولة.